صوتك انصحكي عشان تسمعوا كلامي ما تخربي بيتك. اسمعي كلام، هذا كله سويات خربات البيوت، هذول النسويات قلب كله ليك. إذا الزلمة ضربيك علفيك نتفيك هراكز الرقيك خلاهم تدركي أصلا عيني رب عيني وقت اللي بضرب مكفيك بشطح بشطح تضربنا بالحيط برجعني بس احنا بنرب ومنرب كفوفه كل رجال بتعصب كل رجال بتعصب لك الزلمة الحمش بيعصب ما في احلى منه تركي عصبية ترى يا ابني بدك تعتبري حالك عادي مثل الطاولة مثل القشة مثل الكرسي عادي من ممتلكاته. شوفي الزلمة مثل الطفل سايري لا تردي بوشه احترميه اسمعي كلامه طيعيه وخدميه وشوفي كيف بيصير. عيني رب عيني وقت اللي بيقول لي جحشي وحمارة وغبية الله يلعن الساعة اللي تزوجتك فيها وشغلة تانية بس خلكني اياها. والكلام هيدا علي حسن هي المعقدي ما بدك تتزوجني لانه صايعة معنسة مرمية مشلوحة ما لها قيمة. عيني ربو وقت اللي بيعمل لي دعيكيل 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 من اللي مخشي والضرب بالكراسي وبالطاولات وبالمعاليق يا احلى هدايا هدول هي محبة اصلا لازم تقدريها. الزراق الزراق له قيمته والزراق تخبيه بالمكياج وين القصة اصلا اذا ما ضربني ابحث حالي مرة وهلا قاعد اذنكين رايح احضر باب الحاره.